بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 6th grade, good morning everybody. سعد صباحكم يا سادس, والله يعطيكم العافية. Today إن شاء الله we are going to start our new unit 8. إن شاء الله رح نبلش اليوم يا سادس ب unit 8, لأن إحنا خلصنا unit 7 كاملة. إن شاء الله قبل الامتحان I will send you summary for it, راح أبعث لكم ملخص إلها. Open your student's book please, page 68 يا سادس. يلا أكيد أنتم حاضرين يعني كتابكم الـ students will work book. يلا إحنا اليوم إن شاء الله Unit 8. I've been traveling. أنا كنت بسافر دائما. إحنا اليوم راح زي ما إحنا متعودين دائما نتعرف على الورد باور ونتعرف. We are going to introduce تقريبا 12 new vocabularies في كل يونت. احنا متعرف على 12 كلمة جديدة, راح نتعرف على الساوندز تبعهم والمينينجز in order to use them in our conversation and in our unit ان شاء الله. Let's begin. بسم الله الرحمن الرحيم. If you look at this picture, what can you think about it? اذا طلعت هون يا سادس على هاي الصورة, شو بتتوقع انها عن ايش؟ There is a plane, there is a boat, there is a car, a train, what's this? A globe, الكرة الأرضية, وفي عندنا مسارات حول العالم. يعني if I were a student, لو اني كنت انا هلأ طالبة بـ 6th grade, يعني ممكن اذا if I look at this picture, I will think it's about journeys and discovering. يعني راح أتخيل إنها عن الرحلات والاستكشافات و whatever, يعني أشياء تتعلق بهذا الاشي. طيب خلينا نبلش بالword power. يلا بسم الله. Press the numbers to hear the word power phrases. بدنا طبعا نسمع المعنى اللفظ الصحيح ونكتب المعاني. يلا حضر your pencil. Number one, look at number one. يعني الناس اللي بهذا البوت هلأ طبعا explore. One, explore. Explore يعني الناس اللي بالبوت عمالهم ماشيين طلعوا بمسار كبير. يستكشف. Explore, يستكشف. يستكشف. One. Explore. Explore. يعني هو بالعادة بالإنجليش الآر اللي بآخر الكلمة زي teacher, chair, ما بنلفظها, يعني ما بنبين لفظها كويس مزبوط. يعني ما بقول teacher, ما بقول chair, ما بقولش explore. Explore, teacher, chair. Again, listen again. One. Explore. يستكشف. Look at this man. Two. Daredevil. Daredevil. Two. Daredevil. يعني أنا بتهيأ لي إني أنا لو بدي أركب مظلة وأحوم فوق المحيطات فيها أنا I can't, يعني بخاف كتير. فالperson اللي بيعمل أشياء dangerous, جريء بكون, أو متهور. Daredevil. Daredevil. جريء أو متهور. Two. Daredevil. Two. Daredevil. Two. Daredevil. Daredevil. جريء أو متهور. Look at this plane. There is just one pilot. يعني الإشي اللي بكون واحد فردي, يعني شغل فردي فيها. طائرة فردية. طائر فردي. طيار فردي. سوري. الإشي اللي بكون بشكل انفرادي بقول عنه three solo. Yeah. Look at number four. What's this? المكان اللي بيمشي, المكان special place or special, يعني ما بدنا نسميه street, special place which trains يعني بتمشي عليه. بدناش نقول walks لأنه الترين ما بيمشي, يعني إنه
يقدر يقوده الرجل قائد الترين، بيقدر يقود الترين عليه. شو هي هاي الاشي المخصص، المكان المخصص لسير الترينز اللي هي السكة الحديدية، railway. four railway. railway سكة حديدية. four railway. طيب اوكي، look at this line. في عنا مسار هيو وبلف around the globe. طيب five circumnavigate. circumnavigate ما تخافوا يا سادس من الكلمة، بدنا نقطعها circumnavigate three syllables، بدنا نعملها ثلاث مقاطع. circumnavigate اللي هي الإبحار around the globe، الإبحار حول العالم. الإبحار حول العالم رحلة طويلة كتير ومعناها طويل بس سهل. يلا لسن circumnavigate. circumnavigate بدي أعملها three syllables، ثلاث مقاطع. circumnavigate. circumnavigate. listen again. five. circumnavigate. circumnavigate اللي هي الإبحار حول العالم. write the meanings please. five. circumnavigate. Okay. circumnavigate اللي هي الإبحار حول العالم. look at these travelers. they are very tired. it means six. trek. إنه الجيرني تبعتهم كانت trek مضنية. so tired تعبانين كتير، يعني أضناهم المشي والإكسبلورينج والاستكشاف. trek six. trek مضني متعب جدا. six. trek. Okay. number seven. look at this climber. عماله إيش بيتسلق جبال عالية كتير. he is doing adventure. adventurous working. adventurous job هو عماله بيعمل يعني وظيفة أو إشي كتير مغامر فيها. adventure مغامرة. seven adventure. adventure مغامرة. seven adventure. يلا لنشوف. look at this car. he is riding his car to do a long journey until he arrived tent or island or whatever. بده يوصل لعند هون، بده يوصل لوين؟ لهي الجزيرة. إذا رحلة travel يسافر. eight travel. eight travel. travel يسافر. يسافر travel. eight travel. look at this guy. طلع هذا الشاب. he is cycling his bicycle. nine cycle. cycle اللي هي ايش؟ يقود دراجة هوائية، يعني cycle يقود دراجة هوائية. nine cycle. ten هذا راكب المنطاد وعماله بيستمتع. his journey. ten journey رحلة، بيستمتع برحلته. over the oceans فوق المحيطات والكرة الأرضية. ten journey journey رحلة. eleven globe. globe اللي هي الكرة الأرضية. globe أو الكرة الجغرافية، الأرض اللي إحنا ال planet اللي we are living on. هلا globe الكرة الأرضية. eleven globe. twelve look at this man. he is diving under the water and discovering something existed يمكن 2000 years ago. عماله يستكشف أو يكتشف. يستكشف explore يعني بيطلع بيتطلع على أشياء جديدة. discover اللي هو عماله بيكتشف أشياء موجودة من زمان يمكن من ملايين السنين. discover يكتشف. 12 discover. yes عماله بيكتشف هنا إنه there was a treasure. يهنياله لقى treasure كنز.
discover يكتشف. إذا يا ريت يا سادس تكتبوا الكلمات معانيهم على الكتاب صفحة 68. وهلا يلا خلينا نروح على الورك بوك لحتى نعبي الفراغات، ومن خلال هذا الاكسرسايز رح نثبت الفوكابيلوريز. يلا open your workbook على unit 8 طبعا. drag and drop the word power words to complete the paragraph. بقول يعني القطي الكلمة وحطيها في مكانها المناسب لحتى ايش يعطيني جمل متناسقة وتكمل لي القصة. طيب قبل ما احنا نبلش نعمل التمرين خلينا نعمل ريفيجن لسيركم نافيجيت. سيركم نافيجيت اللي هي الابحار حول العالم، جلوب الكرة الارضية، اكسبلور يتطلع او بيزور اماكن، يعني يزور اماكن كثيرة، اكسبلور يستكشف او يستطلع، discover يكتشف، journey رحلة، railway سكة حديد، daredevil اللي هو متهور أو جريء، cycle يقود دراجة هوائية، solo بشكل انفرادي. يلا Roger is an adventurous traveler. This is Roger. هو يعني مسافر بحب مغامر، بحب المغامرة. He goes on. طيب بما انه بحب المغامرات والاستكشافات اذا اكيد راح يروح على ايش؟ على railway ولا على journey؟ He goes on a journey at least twice a year. بالسنة بروح تقريبا رحلتين استطلاعيات او مغامرات. Next year للسنة السادس. Next year هذا ايش؟ simple future ولا simple present ولا simple past؟ Next year أكيد أنا بحكي عن إيش؟ عن future. He plans to go around or بده يعني يروح حوالين إيش؟ بما إنه حول العالم إذن بده يعمل circumnavigate إبحار or circumnavigate بده يلف العالم أو يبحر حول العالم. He plans to go around or circumnavigate the إذن بما إنه حولين العالم كله، إذن حول الكرة الأرضية or world حول الكرة الأرضية أو حول العالم. He wants to do this by aeroplane, boat and شو cycle؟ بقدر يعني بقدر هو could he cycle around the world؟ Of course not. ما بقدر يلف حول الكرة الأرضية كلها عن طريق الدراجة الهوائية لأنه في عنا oceans وفي عنا seas. إذن هو he wants to do this by airplane، بده يعمل هذا الرحلة حول العالم أو حول الكرة الأرضية باستخدام الايروبلين الطيارة والقارب and railway. He loves two new things on his travel. هو شو بحب؟ يعمل اكسبلور ولا يستكشف اشياء جديده؟ اذا لما بدي استطلع انا اماكن جديده، اماكن بدي استطلع بقول اكسبلور. ديسكفر بدي انا استكشف اشياء جديده on his travels في رحلته. Once he went to cave to مره راح على كيف لحتى ايش؟ يعمل لحتى يقود دراجه هوائيه هناك ولا لحتى يستكشف ويستطلع ايش فيه؟ اذا once he went to a cave to explore it and found gemstone. كان هو حابب يستكشف المكان وحابب انه يلاقي ايش فيه and found a gemstone، لقى فيه احجار كريمه treasure. He loves to do dangerous things. هو بحب يعمل اشياء dangerous خطيره. إذن هو ماله بده يكون which is why some call him اللي بيعمل أشياء خطيرة وأشياء dangerous كتير أحياناً الناس بتسميه daredevil اللي هو daredevil المتهور أو الجريء زيادة عن اللزوم. He plans to fly. To fly when?
سولو، هو بخطط إنه يكون بالطيارة لحاله. Or alone اللي هي بمعنى بشكل انفرادي أو لحاله. طيب in an airplane بده يكون بالطيارة لحاله. One thing he wants to do is ضل عندنا to cycle around the city streets and country roads in Europe on his bike. هو حابب إنه يعمل يقود دراجته الهوائية حول المدينة، حول في شوارع المدينة في أوروبا. طيب خلينا نكمل. هلأ بدنا إيش نعمل هون يا سادس؟ يلا يا سادس let's do this exercise and scramble the word power words and write them in the blanks. يعني هو حط اللي هون حلي، يعني زي كأنه بدك تحلي الرمز أو بدك ترتبي الأحرف لحتى تعطينا كلمات مفيدة ومعنى إلها بالword power. طيب هاي في عندي P-R-O-X-E-L-L-E، شو هاي ممكن تكون؟ Explore. على فكرة يا سادس هذا التمرين it will help you to save the word power in your brains. هذا رح يعني يساعدك انك تسيفي وتحفظ الكلمات براسك، منه كتابة ومنه بس معاني، يعني مو بس اني احفظ المعاني لا واكتبها، يعني dictation. Explore. يلا هون R-E-K-T-T اللي هي معنى اشي مضني او متعب. Trek. Excellent. Trek. يلا هذا المكان اللي بيمشي عليه القطار، بدي اخصصكم Railway اللي هي طريق القطار اللي هي سكة الحديد. هون اللي اشي المعنى D-E-E-L-I-V-D-R-A اللي بمعنى متهور أو جريء زيادة عن اللزوم. Daredevil. أوكي هاي الكلمة الطويلة اللي قلنا معناها طويل ومعناها أو هي أصلاً طويلة وقسمناها لثلاث syllables. Circumnavigate. Circumnavigate اللي معناها ابحار حول العالم. Yes. Circumnavigate. Circumnavigate الابحار حول العالم. الأخيرة بمعنى يكتشف. لما عند الكنز اكتشف انه هون في كنز. Discover. يلا. هون يقود دراجة هوائية. Cycle. Good. هون بمعنى مغامرة. Adventure. Adventure مغامرة. طيب هون معنى يسافر. Travel. Yes. يعني يا سادس you have to look at the letters، يعني بدك تطلع على الأحرف وتركبي منها كلمة. طيب هاي O Y E G E J sorry N R U يعني بتهيأ لي journey. journey هون بمعنى كرة أرضية كلنا بنعرفها. globe. والأخيرة اللي بشكل انفرادي solo. يلا حلو طلع عندنا good job، يعني الحمد لله ما غلطنا ولا بوحدة. we didn't do any mistakes. بهيك يا سادس بنكون خلصنا الword power تبعنا لليوم وعملنا التمارين والحمد لله رب العالمين، والله يعطيكم ألف عافية. this is your teacher سهير شمعون was with you. good luck للجميع و see you soon إن شاء الله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.